هواها مصري على الراديو 90. يلا نبدا حلقتنا ونفهم ونطمن حضراتكم على المتحور الجديد اي جي 5. ايه الموضوع بالظبط الفتره دي بعد الانتشار للفيروس على مستوى الدول والعالم؟ وزاره الصحه اعلنت نزور حالات داخل مصر. ايه اعراضه؟ ايه الموضوع؟ خلينا نفهم اكتر التفاصيل من دكتور عبد اللطيف المر، استاذ الفيروسات والطب الوقائي بكليه الطب الزقازيق. يا دكتور مساء الفل. يا خيري ازيك يا كباتن؟ طمني عليك يا دكتور، اخبارك ايه؟ اطمنك عليا الاول، سامع صوتي صح؟ طب ابعد السماعه بقى شويه يا دكتور عشان واضح ان في اعراض. لو الفيروسات بتنتقل عبر الاسنان وعبر البتاع كانت انتقلت. الف الف سلام عليك. ان الحمد لله زي ما دايما بقول في اي لقاء، الصوت بتاعي اي حد هيسمعه دلوقتي هيبقى كويس جدا، لكن عايز اقول لك ان الصوت قد يكون قمة الأعراض، ولكن الحمد لله أنا بشتغل تماما وحالتي الصحية سليمة. يعني عايز أقول لك إن الفيروس الجديد إي جي 5 أو الطفرة الجديدة بمعنى صح، حتى لو كنت مصاب بيها ما بتعملش حاجة زيادة عن أي فيروس ريسبيراتوري تاني، بالعكس الحاجة غير مقلقة إطلاقا ومطمئنة، تحتاج إلى الإجراءات العادية جدا. فإذا الطفرة الجديدة اللي هي ايرس 5 ايرس او اي جي 5 اللي انت احد طفرات اوميكرون دي، لا تقلق ولكنها بتنتشر وبتنتشر بسرعة، انتشرت في 50 دولة حتى الان واكثر من 55 دولة. لكن بالمناسبة اصبحت هي تقريبا الاكثر انتشارا بالطفرات، يمكن 20% من كل كوفيد، ومع هذا هي الحمد لله غير مرتبطة بدخول الاي سي يو او العناية المركزة، غير مرتبطة بزيادة حدة الاعراض، لكن بترتبط انها ممكن تنتشر بسرعة، ممكن تاكل العيلة كلها. فاذا عايز اقول للناس لو خدت بالك انت في عيلتك وفي بيتك وفي الشغل ما تقلقش خالص، ومش هيحصل حاجة، والاجراءات العادية غالبا كفيلة جدا بالقضاء عليها. طب واحدة واحدة يا دكتور، الاعراض مبدئيا هي ايه عشان ما يجيلي كده برضو الحق اخد بالي من ان انا محتاج اتخلص؟ زي ما بنقول دايما يا احمد ان اعراض كل امراض الجهاز التنفسي متشابهة، بما فيها كوفيد، بما فيها اي جي 5، بما فيها اللي بيتلقوا عليه ايرس، بما فيها المتحور الجديد. اول امبارح فقط ظهر متحور ثاني اسمه اعتقد بيكو، ظهر ثاني لكنه لم يصيب الا 7 اشخاص بس في العالم كله. وبالتالي عايز اقول ان الاعراض كلها واحده، الغالبيه العظمى بتبقى فيه شوية سعال، قد تكون شديدة قد لا تكون شديدة، تغير في حاسة التذوق ما عادتش زي الأول لكن لسه قد تحدث. طبعا العطس والكحة والتعب والانهيار. تغير دايما في التذوق، تغير في التنفس والتذوق، ولا توقف تماما زي كوفيد؟ لا 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 لا، هو أسهل، هو كوفيد بس أقل كمان، حتى بتاعته أقل. فالتغير في حاسة التذوق، حاسة الشم ما عادتش مصاحبة لأمراض كوفيد قوي، يعني قلت الانتشار بتاعها شوية. دلوقتي يمكن السعال الأكثر، العطس، التعب، الحرارة بس ما بتزيدش، ما توصلش 39 40 مثلا. التهاب الحلق، الواحد بيحس إن الحلق بتاعه يعني زي ما يكون مجروح خفيف كده ولا حاجة. وطبعا زي ما أنتوا سامعين الصوت بتاعي أحد الحاجات. أكيد حضرتك يا أحمد بيه هتسأل أنت عندك إيه؟ لنا ولا أدنى دكتور في الدنيا كلها يقدر يقول عبد اللطيف عنده ايه الا بنعمل الفحوص المخبريه، ولكن عشان الاعراض دلوقتي بقت هي الاعراض السايده وغالبا هتطلع نزلت بس، فالدنيا كلها ما بتعملش النهارده البي سي ار، وبتاخد الموضوع على انه خفيف لانه بالفعل خفيف. يعني هاخد يا دكتور ادويه الاعراض دي، هاخد ادويه للكحه، هاخد ادويه لاحتقان الزور، هاخد ادويه خفض الحراره خلاص. تمام، هتاخد المسكنات باستثناء اوعى بحذر، اوعى مره واثنين وثلاثه تاخد المضادات الحيويه، لانه ده اولا فيروس، فكلمه فيروس المضادات الحيويه غير فعاله اطلاقا فيه، ده واحد. خطوره المضادات الحيويه انها ممكن تعمل مقاومه، والمقاومه بتبقى شديده على المجتمع كله، لانها بتخلي افراد المجتمع لن يستجيبوا للمضاد الحيوي ده. فلما يجي حضرتك او انا او اي فرد عيان بمرض فعلا بكتيري يحتاج للمضادات الحيويه،
ما بيستجيبش له، وبتحصل تطورات وتحورات في البكتيريا نفسها بتسمى او تصدر عندها اللي هي بتسميها البكتيريا الجامبو او السوبر، اللي هي ما بتستجيبش للمضادات الحيويه. فانت حضرتك بتاخد مسكن خفيف لو في حراره، بناخد الحاجات الصغيره، بلاش الاسبرين للصغيرين، لكن بتاخد مخفضات الحراره. وفي كلتا الاحوال لو في يعني كحه او حاجه، لكن في كلتا الاحوال انا انصح باستشاره الطبيب، لانه دايما الاستشاره هتديك العلاج الصحيح والتشخيص الصحيح. طيب انا دلوقتي جالي الاعراض دي، ابعد عن اهل بيتي، اخد اجازه من الشغل احسن، ولا عشان ما عديش برضو اكبر قدر من حاجه قلت لي سرعه الانتشار، ولا اكمل يوم عادي؟ لا، ما هو انا هقول لك على حاجه. خلينا نقول انه اي مرض دلوقتي هو مرض الفيروسي، الانفلونزا العاديه، البرد العادي، كله بنقول عليه. لو حضرتك عيان بس عيان بجد بقى، مش تتمرض وتروح ما تروحش الشغل، وبعدين الانتاج يقل، والانتاج يقل الفقر بيزيد، انا اسف، والشغل بيقل، وبالتالي بينعكس على الصحه النفسيه. لا، لو عيان بجد لا فعلا روح ما تروحش السوق، بس خد اجازه مرضيه صح، والبس الكمامه. ايه المشكله لما تلبس الكمامه زي الاول بس للمريض بس؟ انا طبعا، والحاجه المهمه يا احمد بيه، اتفضل، ان دلوقتي الناس المعرضه لمخاطر الاصابه من صاحبه ياخدوا يعني تقدر تقول اللي هو التحصينات تاني، هتبدا تنزل خاصه بعد شويه، يمكن بعد شهر ولا اثنين. الشركات بتاعت التطعيمات بدات تدخل السترين الجديده او الفصيله الجديده بتاعت اي جي 5 او الايرس، بدات تدخلها في التحصين الموجود. هي طبيعتها بتبدا في نص 9 تقريبا كده، في استعداد للدخول يعني الخريف وكده. تقدر تقول كده، ويمكن تتاخر شويه السنه دي عشان يقدروا يلحقوا يدخلوا فيها ايرس دي، قول مثلا على اكتوبر، في نص اكتوبر ولا حاجه. انا حاسس يا دكتور، ما اعرفش دي معلومه ولا جهل مني، ان درجه حراره او الحر ده بيزود شويه من الاعراض، لان هو اصلا كده كده بيقفل الجهاز التنفسي شويه، بيقفل حدس الشم شويه، فاعتقد ممكن يكون عامل او ساعد. انت جميله منك يا احمد، انت راجل علاجي، فدي افتكاسه جميله. انما الحر غالبا هو قد يحدث الحر لو انت حضرتك قاعد في المكيف جامد وعندك حراره على 20، وانا بشوف ناس عاملاها على 19، معرفش ازاي، وبعدين تروح طالع مره واحده في الشارع حرارته 30 35 40 احيانا، وبالتالي التغير الجامد في درجات الحراره المفاجئه طبعا بيأثر على الفيصلات الهوائيه، وبيأثر على سلامتها ومناعتها، وفي بعض المدارس العلميه بتقول كده. اذا التغير في درجات الحراره من المكيف وبره المكيف هو المشكله. انا بنصح كل الناس حتى اللي بيشتغلوا بالمكيف، انا بعمله على 24 حتى او 25، بيستغربوا مني، يقولوا لي اقول لهم لا، اصلا ده اولا هيوفر جيبي، وده حاجه كويسه. انت كده توفر كهرباء ولا خايف على صحتك؟ الاثنين صراحه، لا الاثنين حقيقي. صحيح. هيوفر الجيب، ودي حاجه حلوه مش وحشه. طبعا. وهيوفر صحتي، ودي حاجه احسن. طبعا. اذا ما تخليه 24، قول 24 يا سيدي، بلاش 25، هتحتفظ بصحتك، ودرجات الحراره، الفرق الجامد ما بين الحراره جوه المكتب او جوه البيت المكيف وبره مش هيكون شديد، وبالتالي انت بتحافظ على مناعه وقوه الفيروسات الهوائيه. الاطفال اكثر عرضه، اخلي بالي من ولادي اكتر ولا هو نفس الدور؟ بالطبع. برافو عليك يا احمد بيه. الاطفال كبار السن فوق ال 65، الناس اللي عندهم مرضى القلب والازمه اللي هي الربو، اللي عندهم امراض السرطان او اي مرضى اللي هم عندهم كومبرومايز او المناعه بتاعتهم محتاجه شويه تقويه، دول كلهم معرضين للاصابه اكتر من غيرهم، عشان كده لازم ناخد بالنا منهم. هنحتاج نجيب الاجهزه قياس التنفس والحاجات دي في بيوتنا تاني، ونطمن على نسب الاكسجين والحاجات دي، ولا الموضوع مش واصل للدرجه دي؟ لا اعتقد ان شاء الله انه هيصل لكده، ان شاء الله. لا اعتقد ان شاء الله باذن الله. انا بقول لكل الناس اطمنوا، بشرط انك تعمل الحاجات الوقائيه ان شاء الله باذن الله. والف الف سلام عليك يا دكتور، واطمنا عليك قريبا كده باذن الله ان شاء الله. ربنا يشكركم دكتور عبد اللطيف المر، استاذ الفيروسات والطب الوقائي بكليه الطب الزقازيق، فهمنا وطمنا على قد ما نقدر ان شاء الله باذن الله، كده بناخد بالنا، وواضح ان هو انتشاره سريع، بس الحمد لله الاعراض مش مؤثره قوي، وناخد بالنا، وناخد بالنا برضه ان احنا نروح للدكتور. طبعا كلنا بنجتهد، وكلنا بنروح ضاربين بعض الادويه اللي انتم عارفينها كلها، ونقول نجرب ما جابتش نتيجه نبقى نروح للدكتور. انا انصح يعني نروح للدكتور على طول، يديك الادويه اللي تقدر تعالج على طول، بس بصفه عامه
الموضوع مش مقلق وفقا طبعا لكلام دكتور عبد اللطيف. 199 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 866.